في السنة الخامسة حرب اعتاد الناس الموت جوعاً، ولا يزال هناك من يتساءل أين تذهب موارد الدولة؟ لماذا لم يشهد البلد أي معالجات اقتصادية حقيقية؟ ولماذا تبحث السلطات عن مبررات وتخفق أمام الحلول؟ أهلا بكم. في العام 2019 تتجلى الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أقوى صورها لأسباب كثيرة، مفتتحها الحرب والحرب والحرب. الحرب التي يخوضها الحوثيون والتحالف والإخوة الأعداء والسياسيون المنتفعون في أبراج الشرعية. ظروف الحرب أغلقت المنافذ والحدود، وظروف السياسة ومشاغلهم خارج الحدود حالت دون معرفتهم بوضع الناس. لماذا لم تتحسن العملة رغم كل ما أعلن عنه من إجراءات والاكتفاء بإيقاف التدهور؟ البنك المركزي في عدن، لماذا لم يتم تفعيله وتطوير أدائه ليكون بديلاً عن بنك صنعاء؟ ما هي الآثار الاقتصادية والإنسانية لقرار الحوثيين رفض العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية؟ ما مساعي تحرير سوق استيراد المشتقات النفطية وعلاقة النافذين في الشرعية والتحالف بما يحدث؟ لم يكن العام 2019 مختلفاً عن أعوام الحرب الخمسة الماضية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي، بل كان حلقة من حلقات استمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم معاناة اليمنيين. لعل أبرز مستجدات الوضع الاقتصادي خلال العام هو عدم تفعيل البنك المركزي ودورة الحياة النقدية في العاصمة المؤقتة عدن، بالنظر إلى ما تشهده من توتر أمني وسياسي انتهى بانقلاب المجلس الانتقالي وطرد الحكومة من العاصمة المؤقتة. اللجنة الاقتصادية الموكل إليها إدارة الشأن الاقتصادي للبلد شهدت هي الأخرى انحساراً إدارياً وخلافاً داخلياً لصالح مراكز النفوذ التابعة لهادي ومقربين منه. ووزارة الداخلية تشكو رفض المالية صرف رواتب موظفيها وأوامر حكومية تتم عرقلتها من قبل أي مسؤول بناء على خلافات إدارية وسياسية أو حتى مناطقية. على الصعيد الآخر، في شمال اليمن شددت ميليشيا الحوثي قبضتها المالية على اقتصاد صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، وأصبحت بيئة طاردة للبنوك والتجار، بل وعلى مستوى أصحاب المحلات التجارية الصغيرة جبايات وإتاوات لا تنتهي حتى يفرضها الحوثيون من جديد، وسط تجاهل للوضع المعيشي الصعب الذي أوصلت الميليشيا البلاد إليه. قرار ميليشيا الحوثي المفاجئ بمنع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة شكل شللاً للحركة الاقتصادية في البلاد، ويرى مراقبون أنه سيحرم عشرات الآلاف من الموظفين الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية. وأمام هذا القرار الخطير للميليشيا، اكتفت الحكومة الشرعية بتغريدات تحذيرية على صفحات وزير إعلامها في تويتر، أما على الأرض فلم يلمس المواطنون أي حلول عملية أو تطمينات من المسؤولين المعنيين. يرى مراقبون أنه ورغم نقل الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن أواخر العام 2016، إلا أن صنعاء لا زالت هي العاصمة الاقتصادية الفعلية، وبالتالي فإن ميليشيا الحوثي هي أبرز المتحكمين في المشهد الاقتصادي للبلد. بعد 5 سنوات من الحرب والدمار، يقف قادة الشرعية وقادة الانقلاب أيضاً على ركام بلد تواطؤوا على تجويعه وإفقاره لحساب مجموعات محدودة من أمراء الحرب يحتكرون الموارد المالية للبلد في شماله وجنوبه ويتقاسمون الريع فوق أشلاء الجائعين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ وحيد. مساء النور. أهلا بك أستاذ وحيد. في هذه الحلقة من المساء اليمني نتحدث عن الحصاد الاقتصادي لعام 2019، وكوننا نعيش حالة حرب منذ 5 سنوات، كيف يمكن أن تقرأ لنا اقتصاد هذا العام؟
بالنسبة ل2019 كان كما وردتم في التقرير هو استمرار لسنوات الحرب السابقة. لم يتغير المشهد أبدا، الحرب مستمرة والتدهور الاقتصادي مستمر. ورد في تقريركم أن عام 2019 اكتفى البنك المركزي بالمحافظة على عدم تدهور العملة المحلية. لا، هناك تدهور في عام 2019. كانت في بداية العام سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني 530، الآن 615 مع تذبذبات خلال العام. طبعا البنك المركزي اليمني ورد في التقرير أيضا أنه لم يتم تفعيله، لكنه وصل في مرحلة بالعكس هناك كثير من الوظائف تم تفعيلها. الريال أستاذ وحيد، نعم، وصل في مرحلة من المراحل إلى 700 ريال يعني في 2018، وهذا في طبعا 2018. لا يعفيهم، يعني ليس بالرقم الجيد الذي نتحدث عنه في 2019. نعم، نحن نتكلم على 2019. طبعا 2018 حتى وصوله الى 2000 الى 700 واكثر من 700 الى عتبه 800 لم يكن وضع طبيعي. طبعا احيانا يتاثر الاقتصاد بالوضع السياسي، يتاثر الاقتصاد بالوضع بالمناكفات السياسيه، يتاثر الاقتصاد بالشائعات ايضا. هناك اطراف تلعب للاسف باقتصاد اليمن بدون رحمه. في عام 2019 طبعا قام البنك المركزي بعدة أنشطة، منها استمر في تمويل الواردات من الوديعة السعودية. أعتقد بلغ تمويل الواردات من الوديعة السعودية خلال 2019 مليار دولار، وهذا يعد أعتقد استنزاف للوديعة السعودية بشكل كبير. معنى ذلك أن نحن مقبلين على التزام مستقبلي بدفع الوديعة السعودية التي لم نعلم حتى الآن هل هي منحة أم وديعة أم قرض، أم في التزام مستقبلي لدفع هذا المبلغ الوديعة مع فوائده باعتبار وجود فوائد. معنى ذلك نحن مقبلين على مرحلة حرجة، إذا استكملنا أو استنفذت الوديعة السعودية ماذا بعد؟ مليار ريال مبلغ ضخم في دعم الواردات. ايضا هناك دعم للسلع، سلع اساسيه اخرى او مثل المشتقات النفطيه. المشتقات النفطيه والسلع الاساسيه يعني تستهلك اعتقد 80% من الطلب على العملات الصعبه. فكان بالامكان هذا الدعم الكبير الذي قدمه البنك المركزي اليمني ان يخفض سعر الصرف على ما كان عليه في بدايه العام 2018 او حتى يثبت عند نفس الرقم 530. لكن نعم، للأسف أيضا الآن على عتبة تعدى حاجز 600، وخصوصا بعد قرار الحوثيين منع تداول العملة الوطنية، العملة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية. نعم، ما هي أبرز ما أخذك أستاذ وحيد؟ ما هي أبرز ما أخذك على يعني السياسة الاقتصادية التي قامت بها الشرعية لعام 2019؟ بعض المآخذ هو انشغال قيادة البنك أحيانا بمعارك جانبية يعني بعيدا عن الاقتصاد. أيضا قيادة البنك خلال عام 2019 لم يجتمع مجلس إدارة الاجتماع وفقا للقانون اللي هو مرة في كل شهر، بسبب الفجوة اللي كانت ما بين المحافظ ومجلس الإدارة، وأيضا المماحكات بين قيادة البنك ممثلة في المحافظ وكما برزت طبعا للإعلام والكل يعني سمع عنها أو شاهدها ما بين المحافظ ونائب المحافظ. هذه كان لها أثر كبير يعني في عدم يعني وجود نتائج ملموسة من تدخلات البنك المركزي اليمني. الموضوع الآخر الفجوة ما بين مجلس الإدارة ومحافظ البنك، هذه بعض المآخذ على سياسة البنك المركزي خلال عام 2019. أيضا تركز دعم المشتقات النفطية كان متركز لخمسة فقط، خمسة من تجار المشتقات النفطية، أحدهم استحوذ على حوالي
75% من الدعم، 75% مبلغ كبير. دعم المشتقات النفطية أيضا لم يكن له نتائج ملموسة لسعر النفط. طبعا كان في فترات في عام 2019 وصل سعر النفط إلى 5200 أعتقد، الآن في نهاية العام وسعر سعر الدب النفط 20 لتر 7300 أو 7000 الآن، فلم يكن هناك أي نتائج ملموسة أو من تدخلات البنك المركزي اليمني. أيضا موضوع آخر اللي هو التدخل المباشر في بيع وشراء العملات الأجنبية، أغلبها من العملة الريال السعودي. طبعا يتم شراء أو التدخل في السوق في وقت البلاد في حاجة إلى عملة صعبة، فكيف يعني البنك المركزي هنا يكون مضارب أو يعد مضاربا؟ يعني في شروط للتدخل، هناك شروط للتدخل، أحدها أنها يكون في عرض نقدي بحيث أنه تدخل البنك المركزي لا يؤثر سلبا على سعر الصرف. هذه بعض ما أخذ على سياسة البنك المركزي خلال عام 2019. نعم، هل كان بالإمكان يعني عدم تدهور الاقتصاد لهذا المستوى أستاذ وحيد؟ هل كان من الممكن اتخاذ بعض الإجراءات لإنقاذ هذا الاقتصاد؟ نعم، احنا دائما نوصي به بعض الحلول الممكنة والتي لا تكلف شيء. بعض التوصيات التي كنا نرفعها إلى قيادة البنك المركزي للحكومة لم تؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن. منها على سبيل المثال السلع الكمالية، منع استيراد السلع الكمالية، حتى الآن لم يؤخذ بهذه التوصية. أيضا الألعاب النارية، في بعض الحلول، يعني كثير من الحلول التي وردت في بعض التوصيات التي كنا نرفعها إلى قيادة البنك المركزي لكن لم تؤخذ في الاعتبار. هذه أهمها طبعا. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الباسط الصبان المحلل المالي والاقتصادي عبر الهاتف من بريطانيا. مساء الخير أستاذ عبد الباسط. مساء النور أستاذ عبد الباسط. كل عام وهو يأتي بالأسوأ في المجال الاقتصادي، اقتصاد البلاد ينحدر إلى مستويات جدا هابطة وقياسية، برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى وصول الاقتصاد إلى هذا المستوى ونتحدث خاصة عن المناطق المحررة؟ حقيقة الاقتصاد هو يتأثر بشكل مباشر في الحرب القائمة في البلد منذ 5 سنوات تحديدا، وهي السبب الرئيسي لتدهور الاقتصاد إجمالا والعملة على وجه الخصوص. أيضا انقسام البنك المركزي ما بين صرعاء وعدن والمشاكل التي حصلت في عدن مؤخرا تحديدا أثرت على هذا الموضوع، والتغييرات الكبيرة في قيادة البنك المركزي على مدى السنتين الماضيتين حيث تم تغيير أكثر من محافظ، إضافة إلى المهاترات الجانبية التي حصلت ما بين القيادة السابقة والقيادة الحالية، كل هذه عوامل أدت إلى تدهور الاقتصاد إجمالا والتأثير على النظام الاقتصادي ككل والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. أثناء قيادة البنك المركزي من قبل المحافظ السابق حافظ معياد كان هناك بعض التطورات التي حصلت في البنك المركزي، ولكن هناك أيضا بعض الانتكاسات كذلك، لا سيما أنه كان يشغل رئيس اللجنة الاقتصادية إضافة إلى محافظ البنك المركزي، وكان هناك تعارض واضح ما بين عمل اللجنتين، وتقريبا في منتصف هذا الشهر هو أوضح في حسابه أن هناك إشكالية كبيرة في عمل اللجنة الاقتصادية وأن هناك ابتزاز من قبل العاملين في اللجنة الاقتصادية للتجار، وسوف يكون هناك تحقيق في هذا العمل إضافة إلى معرفة الأسباب وراء ذلك. كل هذه العوامل إضافة إلى الإجراءات التي قام بها الحوثيون في صنعاء أدت إلى شلل القطاع الاقتصادي في البلد وإلى تدهور القطاع المصرفي أيضا، وكل هذا ألقى بظله على حالة المواطن طبعا وعلى سعر الصرف وعلى ارتفاع
أسعار المواد الغذائية. كان هناك نقطة مهمة حصلت في هذا العام وهو تقرير فريق الخبراء بمراقبة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن في سبتمبر الماضي، حيث أشار التقرير أن هناك فساد واضح ومضاربات قامت بها قيادة البنك المركزي أثناء تمويل المواد الأساسية وتمويل واردة التجار، ولا ندري إلى أين وصلت نتائج ذلك التحقيق، لأنها تؤكد بشكل واضح أن عمل البنك المركزي من قبل قيادة الشرعية لم يقم بالعمل بالشكل المطلوب، وأن هناك تجاوزات حصلت وكأنه لم يكن بنك البنوك وإنما كان أحد البنوك المضاربة في السوق. هذه بعض التطورات التي حصلت تحديدا خلال هذا العام والتي أدت بشكل أو بآخر إلى التأثير على وضع الاقتصاد. نعم، إذن برأيك أستاذ عبد الباسط، من يقف وراء عدم الاستفادة من موارد الدولة في ظل هذا التفاقم السيء للاقتصاد؟ تقصدي موارد الدولة التي لدى الحكومة الشرعية؟ نعم نعم. طبعا من المعروف أن الحكومة الشرعية هي عبارة عن عدة تيارات داخلها، تيارات جنوبية وشمالية، والتيارات الشمالية أيضا تيارات حزبية، وكل طرف أحيانا لا يغلب مصالح الوطن وإنما يغلب مصالحه الضيقة. على سبيل المثال الإشكالية التي حصلت أثناء عملية ربط الفرع البنك المركزي في مارب ومحافظة المهرة وإلزام محافظة المهرة ومارب بتوريد الإيرادات البنك المركزي، لم يكن هناك تعاون واضح ما بين مكونات الشرعية ككل. لم يكن البنك المركزي هو البنك الوحيد الذي تحول إليه كل واردات الدولة من المناطق المحررة. كان هناك بنك مركزي في مارب يقوم باستقبال الإيرادات وهو لا يوردها إلى عدن، إضافة إلى الإيرادات في محافظة المهرة، إضافة إلى تحصيل الرسوم الجمركية الخاصة بتوريد المشتقات النفطية. كل هذه العوامل هي أسباب تدور حول عدم التنسيق الكامل ما بين مكونات الشرعية ككل. أعتقد الأحداث التي حصلت في أغسطس في عدن أيضا كان لها تأثير مباشر، كون الحكومة انتقلت بكاملها إلى، هي أصلا في الرياض، يعني أقصد الجزء الذي كان يعمل من عدن وتحديدا البنك المركزي، لأنه كان هناك بعض الإجراءات في تفعيل دور البنك المركزي من خلال القيام بعمليات دعم السلع الأساسية من الوديعة السعودية، إضافة إلى استقطاب بعض العاملين في بنك صنعاء وإلى بنك عدن، القيام بالتفتيش على البنوك العاملة في عدن وإلزام البنوك بتوريد المبالغ، إضافة إلى تزويد البنك بالتقارير الدورية سواء كانت الشهرية أو الأسبوعية للبنك المركزي. ولكن كما ذكرت سابقا أن الشرعية في مكوناتها وأيضا البنك المركزي وقيادته والخلافات اللي كانت حاصلة ما بين مجلس الإدارة السابق وقيادة حافظ العياد كونه محافظ البنك المركزي هي السبب أيضا وراء هذا التدهور. قيادة مجلس إدارة البنك المركزي رفعت تقرير متكامل إلى رئيس الجمهورية، وكان التقرير يؤكد على أن تعيين المحافظ كان قرارا كارثيا، وأنه ليس متعاون مع مجلس الإدارة، وأنه لم تكن هناك اجتماعات لمجلس الإدارة إطلاقا خلال أثناء عمله، وكأنه كان هناك بنك مركزي لديه محافظ ولديه مجلس إدارة ولكن لا يوجد أي تنسيق بينهما إطلاقا. كل نعم، كان هناك فجوة كبيرة بينهما في إطار مختلف. نعم، وهذه النقطة، نعم كان هناك فجوة بين الإدارة والمحافظ، وهذه النقطة ربما ذكرها الأستاذ وحيد الفوداي. اسمح لي بالبقاء معنا أستاذ عبد الباسط، سأعود إليك. أستاذ وحيد، يعني البنك المركزي في عدن عمليا لم يتم تطوير أدائه ولم يتم تفعيله بالصورة المطلوبة ليكون بديلا حقيقيا عن بنك صنعاء، من وراء ذلك؟ هناك عدة صعوبات، يعني لا يمكن تفعيل البنك المركزي ما لم توجد بعض العوامل التي تساعد على ذلك. هناك أشياء أو صعوبات خارج إرادة البنك المركزي نفسه. نعم، ما هي هذه الصعوبات؟ هناك صعوبات
مثلا انقسام السلطة النقدية ما بين صنعاء وعدن، هذه صعوبة. اثنين، عدم اكتمال البناء المؤسسي للبنك المركزي في عدن، هذه أحد العوائق. نقص الكادر الوظيفي أيضا أحد العوائق. أيضا في أشياء تخص المالية العامة لكن يتحمل أعباءها البنك المركزي اليمني. مثلا هناك فجوة ما بين الإيرادات والنفقات. الإيرادات لا تغطي نفقات الدولة من مرتبات أجور ومصاريف تشغيل. فمن فين بيكون الفارق؟ هذه الأشياء، هذه الفجوة يتحملها أو هذا الفارق يتحملها البنك المركزي عن طريق إصدار نقد ورقي أو إصدار نقدي. يتحمل نتائجها البنك المركزي، بينما هو عبارة عن مالية عامة لا علاقة البنك المركزي اليمني فيه. أيضا انعدام الثقة في البنك المركزي اليمني بسبب هذه أحد الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي اليمني في عدن. انعدام الثقة بالجهاز المصرفي برمته بعد أن استنفذ الحوثيون كل المدخرات المواطنين في صنعاء. تجميد حسابات البنوك لدى فرع صنعاء مليارات الريالات سواء بالريال اليمني أو الدولار، هذه صعوبة لدى البنك المركزي لن يستطيع معالجتها على مدى فترة ممكن قد تكون كبيرة مستقبلا، طويلة مستقبلا. حتى الآن لا يمكن تسييل هذه الأموال أو هذه الحسابات القديمة، وأوجد تجميد هذه الحسابات فوارق ما بين سعر صرف الريال نقدا مقابل دولار والريال من الحساب من الحسابات القديمة مقابل دولار، يعني وصل فارق يمكن حوالي 30% زيادة. هذه أيضا صعوبة تحمل نتيجتها البنك المركزي في عدن أو أعباء متراكمة. أيضا الممانعة من بعض القيادات في البنك المركزي اليمني أو من بعض المسؤولين في البنك المركزي بسبب التخوف الذي يبدوه من تطوير بعض الأشياء أو استحداث ثورة في بعض الأشياء. مثلا أنظمة المعلومات، أنا عندما أجد لدى النجم شبكة واسعة يعني يدخل فيها أو يربط فيها عديد من الوكلاء، وبينما البنك المركزي لا يستطيع مراقبة ذلك، هذا موضوع لا أعتقد أنه يتطلب الأمر معجزة بل يتطلب إرادة. إذا وجدت الإرادة يمكن مراقبتها بكل سهولة ويسر، يمكن في ظرف أيام ربط البنك المركزي مع الصرافين والموضوع انتهى، لكن لا أدري ما السبب، سبب تعطيل ذلك. أيضا غياب معايير تعيين موظفي الصف الأول في البنك المركزي اليمني. معايير التوظيف في البنك المركزي غائبة، الرجل المناسب في المكان المناسب. عندما تضع في مؤسسة مالية شخص من غير المؤسسة المالية فهذا أعتقد أنه بيكون عائق أكثر مما يكون إيجابي. إذن أستاذ أيضا تحدث الأخ الأستاذ عبد الباسط صباب في موضوع إيش أقول، المناكفات ما بين قيادة البنك الحالية أو في عهد في فترة الأستاذ حافظ معياد والفترة السابقة. لا أعتقد أنه أي عاقل يعني يصدق المبالغ التي صرح بها الأستاذ حافظ بالفساد المهول الذي، وتوجد دراسة أنا لدي في هذا الجانب، دراسة علمية أكاديمية بإشراف علمي من قبل أفضل دكاترة في جامعة صنعاء تنفي هذا الكلام يعني، أو توصلت إلى نتائج غير النتائج التي أو الأرقام المبالغ فيها التي توصل إليها الأستاذ حافظ معياد. فهذه الأشياء عندما يعني تحدث ضجة في الاقتصاد اليمني أعتقد أنه تؤثر سلبا على سعر الصرف، تؤثر سلبا على استقرار العملة الوطنية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ وحيد الفودعي الباحث والمحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وينضم معنا عبر السكايب الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى، ولو بدأنا معك بالحديث عن أبرز ملامح العام الاقتصادي في اليمن العام المنصرم 2019.
كما سبق وذكر زملائي في الاستعراض السابق، هناك يمكن إجمال عدد من المؤشرات الاقتصادية التي اتسمت بها العام المنصرم أو العام الذي شارف على الانتهاء 2019. أبرز هذه الأشياء هو حالة التدهور في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة في حدود تقريبا 20%. كان هناك أيضا حملات متكررة لاستهداف القطاع المصرفي والقطاع الخاص بشكل عام، لا سيما في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. كان هناك اعتقالات لقيادة البنوك، لمضايقات للبنوك وشركات الصرافة والشبكات المالية، واختتمت بهذه القرارات الكارثية المتعلقة بعدم التعامل مع العملة الجديدة، بالإضافة إلى ما كانت قد اتخذت من قرارات تتعلق بمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية ولدى البنك المركزي في عدن. أيضا إذا ما نظرنا إلى الوضع الاقتصادي كعدة أطراف أو من عدة زوايا، الأولى أو إذا نظرنا إليه من ناحية المؤثرين في الشأن الاقتصادي، لدينا ثلاثة أطراف: جماعة الحوثي، وأيضا في صنعاء ومناطق سيطرتها، وأيضا الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في عدن، وكذلك التحالف العربي ودول العالم التي لها علاقة بعمل الاقتصاد اليمني. فيما يتعلق بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، كما قلت كانت هناك العديد من القرارات التي أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي وضعفت من المشكلة الاقتصادية، تتعلق بإقحام الجانب المصرفي في الصراع العسكري والصراع السياسي الحاصل في البلد. فيما يتعلق بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، أيضا كان هناك واضح هشاشة في أداء هذه السلطة، سواء في تعيين محافظ أو محافظين، عدة يعني أكثر من محافظ خلال فترة وجيزة، عدم انسجام هذه المؤسسات الرسمية في أداء أو توجيه السياسة المالية والسياسة النقدية. هناك ضعف في الإيرادات، ضعف في تنفيذ قراراتها في الواقع، وأيضا بالمقابل أيضا اتخذت قرارات استهدفت القطاع الخاص وضاعفت من المشكلات التي يعاني منها، ما يتعلق بإضافة ضريبة قيمة مضافة، وهناك إشكالية ما زالت مع القطاع الخاص، ما زالت عالقة حتى اللحظة. في الحقيقة كانت مؤشرات هذا العام مؤشرات سلبية، وكان الأشياء الإيجابية طبعا قليلة، لكن يمكن الإشارة إليها والمتمثلة باستئناف البنك المركزي دوره في بيع العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية واستيراد المشتقات النفطية. هذا حد إلى حد ما من المضاربة بالعملة، لكن أشير إليها أنها من الوديعة أستاذ مصطفى، وليست من الدخل أو الإيرادات التي يحصل عليها. نعم، بالتأكيد هي من الوديعة السعودية التي شارفت على الانتهاء، والأفضل أو ما يفترض أن يتم أن الحكومة تعمل على تحسين إيراداتها الذاتية خلال المرحلة المقبلة. هناك إشكالية مرتبطة سأعود إليك، دعني أنقل هذه النقطة لضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الباسط. أستاذ عبد الباسط، يجد الأستاذ مصطفى ربما أنا من إيجابيات الفترة المنصرمة، ولو أنها قليلة كما وصفها، إلا أنها تعد إيجابية، وهي استعادة أو استئناف دور البنك المركزي في صرف أو طلب الدولار، ولكن يعني هناك من رأى بأنها من الوديعة السعودية. كيف تقيم ذلك؟ أنا أتفق معها في هذه النقطة، ولكن في إشكالية في موضوع
الإيجابيات التي قام بها البنك المركزي. هناك أيضا إيجابية أخرى لم يتطرق إليها، وهي اتفق البنك المركزي مع الجانب السعودي من خلال تحويل المرتبات ودمج الموازنة للبنك المركزي، بحيث يتم تحويل المرتبات من قبل الجانب السعودي بالريال السعودي لحساب البنك، ويقوم البنك بمصارفتها بالريال اليمني. هذا كان أحد الإجراءات الإيجابية التي عمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية على إنجازه. ولكن فيما يتعلق في موضوع دعم السلع الأساسية والمشتقات النفطية، أحب أن أنوه وأعدل على كلام الأخ وحيد أنه تم استنزاف مبلغ مليار من الوديعة السعودية. هو في الحقيقة تم استنزاف مبلغ مليار و400 مليون دولار حتى منذ يونيو 2018، وهو الشهر الذي بدأ العمل فيه على دعم السلع الأساسية من قبل المبلغ المحول تحت بند الوديعة السعودية. حتى نوفمبر الماضي تم استنفاذ هذا المبلغ، وهذا ما يعني أن هناك لم يعد يتوفر لدى البنك المركزي غير 500 مليون دولار، وهي على الأرجح ستنتهي خلال الأشهر القادمة. الكارثة عندما ستنتهي أن سعر الصرف سيرتفع بشكل كبير جدا ما لم يكن هناك حلول عملية تغطي الاحتياطي للدولة أو الاحتياطي للبنك المركزي من موارد ذاتية كتصدير النفط مثلا، لأن القيام بالمعالجات على حلول ترقيعية أو حلول على المدى القصير كالوديعة، هي السعودية ستدعمك للمرة الأولى والثانية والثالثة، ولكن كل هذه حلول وقتية لا تؤثر على المدى البعيد على سعر العملة. وكلما انتهت هذه الوديعة وهذه المبالغ وتم استنزافها، سيعاود سعر الصرف الارتفاع من جديد، وبالتالي نعيش في ظل الدوامة. بغض النظر عن الإيجابيات التي قام بها البنك المركزي في الفترة الماضية، إلا دعينا ننظر للنتيجة النهائية. الآن حاليا سعر الصرف في عدن يتراوح ما بين 608 إلى 615، وفي صنعاء 578. هذه الفجوة بحد ذاتها تعكس مدى تشتت القطاع المصرفي في البلد، ومدى أن هناك لدينا اقتصاد لا يعمل ضمن دورة واحدة، والقطاع المصرفي أصبح مشلول بشكل كبير، والدورات الغير رسمية هي التي تسيطر على هذا الموضوع من خلال المضاربات التي تجري. هل يمكن تلافي ذلك أستاذ عبد الباسط؟ يعني هل يمكن لي قرار سياسي شجاع كما يقال أن يفرض هذه الاتفاقية الاقتصادية بين حكومة صنعاء وحكومة الشرعية، أم أن الأمر عمليا غير يعني ليس بيدها؟ حقيقة كانت هناك محاولات كبيرة يعني أثناء الأشهر الماضية، صار أكثر من اجتماع ما بين قيادات البنك بتدخل من قبل بعض الدول كبريطانيا، وحصل أعتقد اجتماع في ألمانيا بهذا الخصوص على آلية عمل توحيد البنك المركزي، بحيث يكون هناك بنك مركزي واحد يقوم باستقبال الإيرادات سواء من المناطق المحررة أو المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي يتمكن من على الأقل العمل في ظل الحرب. ولكن للأسف لم تكلل هذه الاجتماعات بالاتفاق، حيث أن الحوثيين في صنعاء قاموا بتغيير محافظ البنك المركزي السابق أيضا، ومحافظ البنك المركزي الجديد لم أعتقد لا يوجد أي تواصل ما بينه وبين الحكومة الشرعية. كل هذه العوامل تؤكد أنه من الاستحالة بمكان أن يتم توحيد عمل البنك المركزي في صنعاء وعدن، أو عمل يعني وضع الاقتصاد بحيث يكون اقتصاد واحد. أنا أعتقد أنه أن هذا الموضوع صعب جدا. كلما مر شهر وكلما مرت فترة نلاحظ أن هناك اتساع فجوة كما ذكرت سابقا. على سبيل المثال الفجوة الآن ما بين سعر الصرف، إضافة إلى ذلك موضوع الريال الإلكتروني الآن وعدم التعامل مع العملة الجديدة أو المطبوعة من قبل حكومة الشرعية، كل هذه العوامل تؤكد أن الاتجاه سيسير نحو التدهور لا نحو الاتفاق. لكن لو نظرنا إلى ما هو الإجراء الذي يمكن أن تعمله حكومة الشرعية، لكونها طبعا الحكومة المعترف بها دوليا والبنك المركزي هو القناة الوحيدة في عدن التي يتعامل معها الخارج، بغض النظر عن تجميد بعض حساباته التي لازالت في بريطانيا وألمانيا، ولكن يمكن لو حكومة الشرعية أن تعالج هذه الاختلالات من خلال
توحيد عمل البنك المركزي في عدن والعمل على معالجة الاختلالات الداخلية داخل البنك. هناك نعم. اختلالات كبيرة ما بين مكونات قيادة البنك. إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن أهم قرار ممكن أن تقوم به الشرعية لو كانوا جادين فعلا في معالجة الوضع الاقتصادي وتحديدا سعر العملة هو استلام رواتبهم بالريال. هل يعقل حكومة في العالم تستلم رواتبها بالدولار وهي تريد أن تعالج الموضوع العملة المحلية؟ رواتب موظفي الشرعية من وكيل وما فوق كلها تستلم بالدولار، وهذا يشكل بشكل مباشر عملية الضغط على الريال اليمني، وبالتالي يفقد حتى الاهتمام. نعم، وهذه إشكالية حقيقة تحدثنا عنها كثيرا في العديد من الحلقات السابقة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباسط الصبان المحلل المالي والاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من بريطانيا. عودة إليك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، لو سألتك ما مدى إمكانية توحيد السياسة المالية بين صنعاء و عدن؟ في الحقيقة هذا يعود إلى القرار، أو هذا بالمعنى الأصح هو قرار سياسي أو إشكالية سياسية يفترض تحل سياسيا. الملف الاقتصادي الآن جزء من الصراع الحاصل بين الحكومة والحوثيين، وبالتالي هذه ما نشهده من قرارات ومن تصعيد هو جزء من أدوات الضغط التي تمارسها على سبيل المثال جماعة الحوثي لإيجاد دور للبنك المركزي في صنعاء الذي بدأ يفقد دوره بعد التطورات الأخيرة، سواء ما يتعلق بالوديعة السعودية أو غيرها كطباعة العملة، وأيضا استئناف تصدير النفط ولو بصورة محدودة من بعض مناطق الإنتاج النفطي في شبوة وحضرموت ومأرب. هذه المسألة كانت واحدة من النقاط التي تم النقاش أو تم طرحها، سواء كان في مفاوضات في مشاورات السويد أو ما بعدها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في أي منها، وبالتالي يظل هذا الملف هو ملف مفتوح. كان هناك خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بتخصيص مبالغ الإيرادات الضريبية والجمركية لدفع المرتبات للموظفين المدنيين، بحيث تودع هذه المبالغ في البنك المركزي في الحديدة. لكن أيضا هذه التطورات الأخيرة أو القرارات الأخيرة قد تحبط كل هذه المبادرات. هذا كما قلت هو موضوع سياسي في الأساس، وأنا أتفق مع الزملاء الذين ذكروا موضوع أن يكون هناك تركيز أكثر من الحكومة على موضوع الإيرادات، وأيضا على تقليص النفقات والبحث عن مخرج لهذه المشكلة التي أصبح القطاع الخاص أو القطاع المصرفي يعاني منها، وتنعكس آثارها السلبية على المواطن اليمني، تنعكس على العملة، وبالتالي تنعكس على أسعار السلع وتزيد من مستوى التضخم، تزيد من مستوى أسعار السلع. نعم أستاذ مصطفى، لو يعني سألتك أيضا لما يلجأ الحوثيون لافتعال الأزمات، ربما آخرها العملة الجديدة والتي أحدثت إرباكا شديدا، يعني ما الذي سيجنوه من هذا الإرباك في حياة الناس؟ في تصوري أن هذه كانت واحدة من أوراق الضغط التي يستخدمونها على سواء على الحكومة أو على المجتمع الدولي لإيجاد دور للبنك المركزي في صنعاء، إيجاد دور لهم بمعنى أصح في إدارة السياسة المالية والنقدية، لأنه كما قلت البنك المركزي في صنعاء تحول إلى بنك فاقد للقدرة على التحرك والسيطرة على القطاع المصرفي، لأنه غير قادر على طباعة عملة جديدة، غير قادر على تغطية احتياجات التجار من العملة الصعبة، وأيضا كثير من أدوات التحكم في السياسة المالية والنقدية انتقلت إلى البنك المركزي في عدن، رغم أن هناك ضعف أيضا في وهذا لا شك فيه في أداء البنك المركزي في عدن وأداء الحكومة بشكل عام، لكن مع ذلك أيضا البنك المركزي في أو جماعة الحوثي تحاول من خلال هذه القرارات أن تلوي ذراع كل الأطراف للاستجابة لمطالبها،
وبالتالي يعني هذه القرارات كانت نتائجها كارثية على القطاع الخاص، على القطاع المصرفي وعلى المواطنين. الآن بدأنا نشاهد هذه الآثار السلبية المتمثلة بعدم القدرة على دفع مرتبات الموظفين المدنيين الذين كانوا يتسلمون مرتباتهم. أيضا خلق الآن سوق سوداء وأسعار صرف متفاوتة بين العملة القديمة والعملة الجديدة، وهذا يستفيد منه كبار المتنفذين في إطار الجماعة، وأيضا يخلق حالة من الخلل في العملة وفي الوضع الاقتصادي، سواء في مناطق سيطرتها أو في مناطق سيطرة الحكومة، لأنه حتى الآن لا يمكن فصل عملية لا يمكن فصل القرارات، وما زالت العملة موحدة، العملة ما زالت واحدة وتنتقل ما بين المحافظات. لكن اتخاذ قرارات بهذا الشكل دون النظر إلى مصلحة الوضع الاقتصادي ومصلحة المجتمع، مصلحة الناس، في تصوري كان قرار ارتجالي وعبثي، وأيضا يدفع تبعاته الآن المواطنين اليمنيين سواء كانوا في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الحكومة. نعم، إذا ما هو الضرر الذي سيشمل الناس أستاذ مصطفى نتيجة احتساب فوارق غير منطقية بين العملة الجديدة والقديمة؟ الآن يتحدثون أيضا عن ارتفاع ربما 500% لقيمة يعني التحويل بين صنعاء وعدن، لأن هناك من استغل هذه الاختلافات لأخذ مبالغ في عدن وتحويلها إلى صنعاء واستلامها كعملة قديمة وهكذا. هذه واحدة من النتائج السلبية. للأسف الشديد سيكون هناك نتائج أكثر تأثير وأكثر يعني في تأثيراتها السلبية على المواطنين، تتمثل بأنه الآن القطاع الخاص المستورد لأكثر من 90% من احتياجاته من الخارج يقف لا يعرف ما الذي يتصرف فيه. يعني هناك قرارات متضاربة، قرار من صنعاء بعدم التعامل مع العملة القديمة في مع العملة الجديدة، في حين لم يتم توفير كميات كافية من العملة القديمة. أيضا هو يحتاج إلى شراء الدولار، وبالتالي يعني غير قادرة البنك المركزي على توفير كمية من النقد الأجنبي المحلي، النقد المحلي من النقد المحلي القديم، وأيضا غير قادر على توفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. أيضا البنك المركزي في عدن يوجه توجيهات ويصدر قرارات، في حين بعض البنوك غير قادرة على الاستجابة أيضا لأنها تحت سطوة ونفوذ جماعة الحوثي، وبالتالي قد تتعرض ل يعني قياداتها للاعتقال، قد تتعرض للإغلاق. وهذا حدث، يعني تم اعتقال خلال العام هذا العام العديد من قيادات البنوك وعملت تعهدات وامتنعت فعلا عن فتح أي اعتمادات مستندية على في البنك المركزي في عدن. في الحقيقة هذا مأزق خطير يدفع ثمنه المواطنين ويدفع ثمنه القطاع المصرفي، وكل هذه التطورات السلبية تنعكس على أسعار السلع، تنعكس على حياة الناس بصورة مباشرة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة من حصاد 2019 والتي خصصناها للحصاد الاقتصادي. شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.